الكبير محسن محي الدين النهارده تقول ايه المنتج شادي مكار في حفل توقيع روايته الجديده؟ اقول له مبروك، الف مبروك، وان شاء الله يا رب بالخير ويبقى يحقق نجاح. يعني ان شاء الله كده حاجه كبيره. يعني في اتجاه لتحويل الروايه العامه لدراما، شايف ده ازاي؟ حاجه كويسه جدا. يعني دايما الاعمال الروائيه لما تتحول لدراما بيبقى ليها رونق وليها اثر كبير. يعني زي مثلا الاستاذ نجيب محفوظ لما رواياته كلها اتحولت لاعمال فنيه ليها بصمه. يعني هي الدراما التلفزيونيه اللي بتنجح وتشهر انتشار واسع جدا، ومع ذلك هي السينما يعني الحب الاول، ليه حضرتك مش شايف ان ممكن تتحول كعمل سينمائي افضل من عمل درامي؟ والله دي حسب رؤية الكاتب بقى، يمكن علشان هي ليها أحداث كبيرة طويلة فما بينفعش في السينما فيبقى بيتعمل في دراما، فشيء كويس يعني. ده سواء ده أو ده، المهم إن إحنا نشوف حاجة كويسة. حضرتك بقى استمتعنا بيك في الدراما الرمضانيه في مسلسل ملف سري، قول لنا عن ده ايه؟ انت ايه رايك؟ حاجه حلوه جدا. طب الحمد لله. لا الحمد لله، انا سعيد طبعا بنجاح ملف سري، وان يعني قدمت نفسي بشكل جديد للجمهور، وربنا ييسر كده والاعمال الجايه تبقى احسن. الاعمال الجايه بقى ايه؟ مش هقول لك. لا لازم تقول لنا، مش هنقول لحد. في ان شاء الله داخل ريفو الجزء الثاني. ريفو الجزء الثاني ده مين بيشارك حضرتك البطوله معاك؟ انت ما شفتش ريفو اللي هو في واتشت؟ لا معلش بقى، ازوق بقى ده. انت لازم تتفرج على ريفو الاول لانه عمل سكسي كويس اول، وبعدين هتعرف. شكرا لحضرتك. ميرسي خالص.